اولا مرحب بيكم في اول افتتاح في فرع الشيخ زايد. اتاخر شويه لكن الحمد لله ربنا كرمنا بالحاجه الجميله فتحناها النهارده، ورغم ان كل الظروف احنا في فتره كانت ظروف صعبه جدا، لكن مجلس اداره النادي الاهلي استطاع ان يفتح مشروعين خلال الفتره ديت. المشروع الاول كان بوابه مدينه نصر، المشروع الثاني قدامكم النهارده مقر البنوك. صراحه حاجه عظيمه جدا واضافه لاعضاء النادي الاهلي بصراحه جدا، كل الاعضاء واحنا مستفيدين. بعدنا ثلاث بنوك كبار من اكبر بنوك مصر يبقوا موجودين معانا يشاركونا في فرع الشيخ زايد، وده اول افتتاح في فرع الشيخ زايد. في حاجه طبعا جايه قريب برضه الشيخ زايد ان شاء الله، مش هنتكلم عليها دلوقتي، لكن في حاجه قريبه جايه جدا ان شاء الله. في مشاريع عديده ورانا مش انتوا عارفين خلفيه عنها قبل كده، لكن في وقتها ان شاء الله نبدا نظهرها للنور باذن الله. فعلا التوقيت كان صعب قوي ماديا وبدنيا، انت فيش دخل جاي لك، العماله مش متوفره بسهوله، كل الناس خايفه تشتغل، فكانك ان انت توظف كل هذا الكلام بدون اي خسائر ودعم مادي من مجلس اداره وتوصل للنتيجه دي، ده انجاز رهيب يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي بصراحه جدا جدا في التوقيت ده، حاجه عظيمه جدا للنادي الاهلي بصراحه. احنا كنا بنتكلم في 6 شهور مده تنفيذ رغم الظروف الصعبه اللي موجودين فيها. لو حضراتكم لاحظتوا التصميم هتلاقي التصميم واحد الثلاث بنوك، احنا قاصدين نعمل دوت بس مع اختلاف الساين بتاعه كل بنك، علشان في الاخر ده اصل للنادي الاهلي فهيرجع تاني النادي الاهلي بعد انتهاء مده ايجاره. فكنا حريصين في التصميم ان تبقى حاجه واحده ما بيبقاش عندي اعاقه بعد كده ان انا اعيد استثمارها تاني حتى لو في نشاط تاني. فده خد مننا طبعا جهد كبير، وبصراحه الاداره الهندسيه للبنوك الثلاثه كانوا متعاونين جدا معانا في مده التنفيذ في التزامه بالمواعيد عشان نطلع بالمنظر الجميل ده. في مجهود بيتعمل بيبذل جامد جدا، وفي فريق عمل بيشتغل الحمد لله ربنا باخلاص رغم كل الضغوط وكل الصعوبات اللي انت بتقول عليها، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني دايما يعني من يتق الله يجعل له مخرجا، فهو ربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا امورنا. طبعا لازم ابارك لاعضاء الجمعيه العموميه وابارك لاعضاء فرع الشيخ زايد بصفه خاصه، وبقول لهم استحملونا، انا عارف ان احنا الحمد لله رب العالمين احنا شغالين والله على قدم وساق جدا. ان شاء الله الفتره اللي جايه المفروض في مشروعات كتيره، يمكن ده النهارده الحمد لله السابع مشروع حقيقي يتم افتتاحه، وده برضو كان الـ الاساس فيه اللي انت اول نادي يبقى فيه مجمع بنوك وطنيه، هو ده الاساس، البنك مصر، بنك الاهلي، بنك القاهره، وده طبعا حاجه بالنسبه لنا تشرفنا. وبالنسبه للبنوك هم يعني عشان تقف مع بنوك بنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره دي حاجه بالنسبه لنا ده دور النادي الاهلي. فطبعا لازم ابارك لاعضاء الجمعيه العموميه، ابارك للبنوك دي اللي هي موجوده معانا وبنقول لهم احنا بنرحب بيكم في عائله النادي الاهلي. بنقول لاعضاء الشيخ زايد استحملونا، احنا شغالين الحمد لله رب العالمين، بنحاول نقدم خدمه على قد ما بنقدر الفتره اللي احنا موجودين فيها دي سنه الحياه، بس احنا بنبذل اقصى جهد لان احنا اولاد المكان اولاد النادي، وهو ده مفيش حد في فريق العمل بيأثر الحمد لله رب العالمين. لو في تاخير محدش يبقى عارف، يعني لازم تتصوروا الصعوبات اللي بتواجه عشان تاخد ترخيص او عشان خاطر تبني او شركات او زي ما انت قلت بيحصل ظروف كورونا على توفير الموارد الماليه، كل الكلام ده كله، ولكن في الاخر خالص في فريق عمل رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود خطيب مع مجلس ادارته مع الاداره التنفيذيه مع فريق العمل اللي موجود كله مع المستشار سامح علي كامل، يعني سامح احنا عمالين نضغط عليه في كل حته الحمد لله رب العالمين عشان بناخد منه افضل حاجه، هو ده النادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين، يعني هرجع اقول تاني مبروك، وانتظرونا الفتره اللي جايه، واحنا مش هنقدر نرضي كل الناس، ولكن احنا عارفين حاجه واحده بس، احنا بنرضي ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حد في كل حاجه، فربنا بييسر لنا امورنا. مبروك عليكم.